المركز الثاني، تغطية في المركز الثاني سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة الذي يضمرها. والمركز الثالث بدأنا مع ملوح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن راجد بن غدير. وعلى المركز الرابع عودة إلى الشاهينية لهجن الرياسة وسعيد بن عيلان المهيري ما شاء الله. المركز الخامس منهي ذكريات، على المركز الخامس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم فالتضمير. وهناك منصورة على المركز السادس لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. المركز السابع مغرية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرض الحميري ضمرها. وهنا أيضا هذه نشوة يا سلام لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر ملاح جنهايري فالتضمير. والإدارة هنا هملولة تأتي على المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن مروشد. والمركز العاشر مكيدة في عاشر المراكز أيضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. هذه الأسماء يا سلام. النداء الأول كالعادة 6 كيلو هدوء هدوء. ذكرنا أسماء ما شاء الله تعرف الكؤوس، تعرف الإنجازات، تعرف التحديات، تعرف الانطلاقات من خلال هذا المسار. الله 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 الله، بدايتنا بدايتنا وانطلاقنا والعودة إلى قمة البداية الأولى في هذا المسار. إذن هنا اندفاعة هذا الشوط، انطلاقة هذا الأداء الجميل، انطلاقة البداية الأولى من خلال المسار. التغطية غطت على المركز الأول، تغطية ونحن في تغطية ونقل مباشر أيضا يا تغطية التي تعود ملكيتها وشعارها المتميز لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم أيضا سالم بن سعيد بن منانة المتحدي الملقب بالمتحدي القادم بتغطية، والذي يعرف أيضا عنوان التغطية والنقل والأمور التي يحتفل بها أصحاب الناموس. المركز الثاني يا سلام ملوح، المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير. الله، قيادة شبابية، قيادة أيضا قائد العمليات في الفرقة 11 يعلن هذا الانطلاق. اليوم منتشية نشوة، منتشية نشوة بأدائها وبشعارها مع المنتشي مطر باللاحج الهاجري. وهنا أيضا هذا الشعار المميز، شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الذي يتواجد دائما في قمم التحديات. الشاهينية هناك على المركز الرابع لهجن الرئاسة مع سعيد بن عيلان المهيري. وهنا ذكريات تعيد الذكريات في المركز الخامس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن محمد بن حزيم. ويا سلام، وهيله وهيله، ومتى بتبدأ وهيلتها؟ وهيله هي الآن في الانتظار في الموقع السادس في هذا المسار لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. وفي المركز السابع منصورة على سابع المراكز تواصل عطائها وأدائها الجميل أيضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. يا سلام، كل هذه الأسماء السباعية التي بدأت تعبر في المقدمة وفي الصدارة وفي الانطلاق. المركز الثامن هنا نعود مع المركز الثامن، مكيدة وصلت في المركز الثامن لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. وعلى المركز التاسع هملولة في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد يضمرها. وهناك على المركز العاشر من نتابع انتزاع لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد يضمرها. هذه الأسماء اللي بدينا الآن نحتفل بأدائها ونعلن انطلاقنا فيها من خلال هذا المسار بعد أن بدأنا بالعد التنازلي. 3 كيلو هي منتصف المسافة، وبعد 3 كيلو يبدأ العد التنازلي في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام، الذكريات جميلة، ومن لا يحب الذكريات وهي تحمل ذكريات متميزة. هي الذكريات التي تصدرت في هذه اللحظة وانتقلت إلى المقدمة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم أيضا سعيد بن محمد بن حزيم في متابعتها ما شاء الله أطلقها إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى الأداء الجميل والمؤكد مع البداية. تغطية على المركز الثاني، تغطية في تغطية
مباشرة هنا. المتحدي أيضا يتابع، وأتوقع أن تكون هناك أيضا هجمة أخيرة لتغطية في اللحظات الأخيرة بقيادة المتحدي سالم بن سعيد بن منانه وبشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. هنا على المركز الثالث بدأت منصورة تتحرك مع وهيلة أيضا قادت، وقلت أيضا تبدأ وهيلة الانتصارات من هذه اللحظات. وهيلة في المركز الرابع لهجن العاصفة مع منصورة ثالثا، والتحدي مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. هنا على المركز الخامس نشوة في المركز الخامس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مطار بن لاحج الهايري أيضا مرها، وتدخل قادم من ملوح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام، قلنا الهجوم بدأ والشاهينية لهجن الرئاسة سابعا مع هذه اللحظات أيضا بقيادة سعيد بن عيلان المهيري. هذه الأسماء، أقول اللحظات القادمة لحظات الانتهاء، لحظات تعود إلى القمة إلى البداية كما ذكرنا وتابعنا في هذا المسار والأداء والانطلاق الكبير الذي كان من بداية هذا الشوط. نذكر المضمرين 1200 بدأنا مع عدها وانطلاقها، وشوف قلنا 1200، شوف النصر وين مع منصورة التي قادت هذه البداية، غيرت الموقع والكيلومتر الأخير بافتتاح أقدام منصورة للعاصفة وهجرها، وتليها هناك وهيلة في المركز الثاني أيضا للعاصفة وهجرها في هذا الأداء وفي هذا التحدي. المركز الثالث بدأت انتزاع في المركز الثالث، تنتزع المراكز والمركز الثالث بالذات لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم والمكتوم السعيد بن عبيد بن مروشد اللي يتولى تضميرها، وفريدة وصلت، ظهرت فريدة، هذه الفريدة فريدة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أيضا مطر بن لاحج الهايري. هذه الأسماء الأربعة، وشوفوا وهيلة، قلت الوهيلة وتعرف وين مسارها وين. أشكرك الواثق، أشكرك الواثق، من تعودنا دائما أن نرى هذه الوهيلة وهذه الغارة، غارة الانتصارات التي تعودنا بها من خلال مسار هذا الشعار واندفاعه إلى القمة إلى البداية إلى مسار النهايات الأولى. الله الله الله، وهيلة ومنصورة تحرس نصر وهيلة، تحرس الانطلاقة، تحرس أيضا هذا المسار. وأقول من خلال هذه اللحظة قبل خط النهاية تهنئة والناموس لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، أيضا تهنئتنا لك يا الواثق يا هي وهيلة. الله 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 الله، وهيلة النصر والناموس تصل في المركز الأول هنا لهجن العاصفة في هذه اللحظات. المركز الثاني منصور أيضا لهجن العاصفة، والمركز الثالث كانت الشايبة لسمو الشيخ راشد بن أحمد بن مكتوم المكتوم. المركز الرابع فريدة سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس متعبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. أسماءنا ما شاء الله، تحدياتنا ما شاء الله، انطلاقنا ما شاء الله وتبارك الله. إذا نعود بالتوقيت نتابع أيضا بعد هذه اللحظات الجميلة يوم الكبار بالفعل، الكل يحتفل، الكل يحتفل لينتظر هذه بدايات أولى لهذا الظهور، ولكن الموعد موعد الختاميات دائما 9:28 نفس توقيت أيضا المحليات اللي كانت للسلهود. يا سلام، تهنئتنا لهجن العاصفة وتهنئة لحمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني كانت منصورة أيضا لهجن العاصفة بنفس الشعار 9:30 جزء واحد من الثانية، تهنئتنا والناموس. والمركز الثالث ذهب مع انطلاقة الشاهينية ثانية والناموس الشايبة ثانية والناموس سمو الشيخ راشد بن أحمد بن مكتوم المكتوم، وتهنئتنا لعلي بن بدر العليلي 9:31 أربعة من الأجزاء من الثانية. مشكور الشاعر على هذا الأداء الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم.